السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة إلى المجلس العسكري السوداني الذي خان الأمانة. هذه رسالة غضب إلى الذين قتلوا الناس وهم صائمون في شهر رمضان. هذه رسالة إلى الذين انقلبوا على العهد وأصبحوا أعداء للشعب السوداني. رسالة إلى رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ونائبه إحماتي الذين انقلبوا على مطالب الثوار بعد أن دفع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد لهم الأموال مثل الرز، الذين أعدموا عشرات السودانيين أمام مقر القيادة العامة دون رحمة، يظنون أن قتلهم للثوار سوف ينهي الثورة، ولا يعلمون أن هذه الدماء ستشعل المزيد من أنوار الحرية في طريق الثوار وتزيدهم ثباتا وصمودا حتى استرجاع كل حقوقهم. يا برهان ويا حماتي، أوقف الانقلاب العسكري في السودان الآن، واعلموا أن أموال بن سلمان وبن زايد لن تنفعكم، ولا تكونوا عبيدا لهم وتخونوا شعبكم الذي وثق بكم. فالتاريخ لا يرحم يا عبد الفتاح البرهان، والتاريخ لا يرحم يا محمد تقلو إحماتي. وقد انكشف اللثام عن وجوه اللئام، وقد انكشفت حقيقتكم أمام كل الناس، واعلموا أن دماء أهلنا في السودان سوف تبقى وصمة عار على جبينكم إلى يوم الدين.